لكن في البداية خلوني أقول ألف سلامة للاعبنا الوطني ولاعب أستون فيلا تريزيجيه، الحقيقة اللي اتأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وده طبعا كلنا شفنا اللحظات في مباراة أستون فيلا وليفربول لما تريزيجيه كان طالع مصاب وبيبكي من الوجع وبعدها تأكدت إصابته. أكيد حاجة صعبة جدا ويمكن من أصعب الحاجات اللي ممكن يتعرض ليها أي لاعب كرة قدم في العالم، إصابة مش سهلة تماما وبتبعد اللاعب عن الملاعب لفترة كبيرة، وعشان كده الحقيقة كلنا متضايقين وبنتمنى له يعني الشفاء وإنه يرجع أقوى من الأول. فترة صعبة وابتلاء صعب أكيد، ولكن أعتقد إن تريزيجيه ومتأكدة إن تريزيجيه قدها ويقدر إن هو بإذن الله يرجع زي ما بقول أقوى من الأول، وخصوصا والفترة اللي فاتت دي كان بيتألق بشكل كبير. يعني حتى المباراة اللي قبل مباراة ليفربول كانت مع فولم، أعتقد تريزيجيه كان متألق جدا في المباراة دي وقدر إن هو يحرز هدفين. يمكن هو شوية مش عايز أقول مش محظوظ يعني، بس يعني كل ما بيتألق في ملاعب إنجلترا وبيكون في فورمة ممتازة بعدها يمكن بيحصل له إصابة، ولكن شفنا قبل كده محمد صلاح بعد إصابة الكتف في مباراة نهائي الشامبيونز ليج قدام ريال مدريد في 2018 مع فرق طبعا نوع الإصابة، ولكن كانت فترة برضو صعبة عليه جدا، وكنا كلنا بنتكلم على عودة محمد صلاح وقدر بعدها أنه هو يعني بعد ما غاب عن نهائي دوري أبطال أوروبا طلع من أول 25 دقيقة، وبعدها مباراة أوروجواي في كأس العالم لا قدر أنه هو يعود قدام روسيا والسعودية، وشفنا دلوقتي محمد صلاح بقى أقوى من الأول إزاي، ويمكن دي ممكن تكون رسالة تريزيجيه إن هو قادر يعود أقوى من الأول. طبعا بنتمنى له الشفاء.